السيدة فاتن حمام ربنا يخليها لنا ويديلها الصحة، السيدة ماجدة، السيدة هند رستم، يعني أي اسم موجود ربنا يخليه لنا، مش ممكن حد يجي يكون مكانه. ملهاش بديل؟ لا لا، ملهاش بديل، محدش له بديل أبدا أبدا. في أحلى دعاء ممكن يتقال، الستين عائشة رضي الله عنها سألته لسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، قالت له إذا رأيت ليلة القدر فبماذا أدعي؟ فأجابها عليه أفضل الصلاة والسلام، قال لها العفو والعافية. ولو فسرنا كلمة العفو هنلاقيها بتشمل حاجات كتير حلوة قوي، والعافية اللي هي المعافاة من كل مكروه، يعني سواء مرض أو فلوس أو